بنرجع شباب مش المشتركين اللي جايبينه انا عم ترى نفسي انه انت بتعتقد انه بتفزني بالحق لانه بيعذبني بس ما بيعرف ابني يا مان زود الصوت رفايال من الاردن انا بدي احييك وبدي اقول لك الله يصبرك الله يصبرك من عنده من عنده يصبرك من عنده حنان عم نلعب يا قلبي ما تلعب معي بليز الحكي ما بنلعب فيه بليز الحكي اللي انت بتمشي شوي كانت لعب فيه اي حكي يا دينا انت ما بتهزرش معك ولا ايه انا اسفه على فكره والله العظيم ما عمري ما هزر معك مشتركين مشتركين بعده عن بعضكم لعب دينا حنان ما تزعلي عم نلعب والله حبيبي مش مستعناني منها. طيب رقصتي كتير حلو لازم تصحي 20 كيلو برافو برافو مروان انبسط لك ضحكت خيو اخير بين اثنينا خليه حلو زعلت زعلت ترسي عليها كتير حلو مستقبلك بخطر انت والعقليات انا قلت لك زعلت طيب بدك تقومي ترقصي مره ثانيه لنشوف ما بتعمل قصه عم تمزح يا هلا رجعنا مشاهدينا للحلقه النهائيه من رجعنا مشاهدينا بس عنده ايقاع يلا نمزح رجعنا مشاهدينا للحلقه النهائيه من حلقه فاينل ستار اكاديمي دانسينج تحيه كبيره للجنه التحكيم مره ثانيه وللمترشحات الاربعه وهلا بنهايه السهره بنستقبل مابيل جديد من لبنان مابيل جديد انت رح تقدمي هلا رقص مختلف تماما عن كاريزماتيك عن الرقص اللي قدمتيه قبل يلا مشاهدينا مابيل جديد مع انه كنت حلوه يعني مابيل جديد برافو مابيل ولعتي مسرح ستار اكاديمي دانسينج طلعت افضل بالستار اكاديمي بس اوكي 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 اخي قلبي شو بتقولي بعد هالاداء الواو الرائع بدي اقول انه روحي عند سمر في مخزي بدي اقول ثانك يو او بس شكرا مابيل جديد بلش هلا مع مروان يوسف استاذ الايقاع كيف شفت مابيل اليوم ايقاع برا بس رقصه حلو ما بضحك
رقصة كتير حلو بس في في شي خمس مطارح كان ركوزة out of tune يعني. في يا قلبي في ربع لحن تقبريني في ربع لحن هيدا لازم ينصاب يعني بس بك تنزل إلى تحت ركوزاتك تحت بيكون ركوزاتك. بس أنا أنا بشهد لك إنك أثرت بالملايين بس في ما أثرت يعني ما بعرف ما فتت على قلبي بس أثرت بالملايين أكيد. شكرا سألتك سيد مروان يوسف يفوت هلأ لأس محمد عباس. دائما كلامك بيطلع معنويات المشتركات وانت دائما راضي عليهم بعرف انك راضي عن مابيل بعرف انك رح تدعمها ورح يعني تتبناها. طبعا مع احترامي الشديد ليك بس انا ممكن رايي يتغير المره دي. هي كتير مهضومه وجايه ومبسوطه ولابسه تيشيرت عليه على الصوره بتاعتها ولطيفه يعني بس اعتقد ان هي غلطانه بالبروجرام. اعتقد احنا بروجرام رقص اللي انت عملتيه ده مش رقص. اللي انت عملتيه ده مش رقص خالص يعني اللي انا شفته ده مش رقص. اتحركت ولذيذه وعندك لياقه كويسه بس ده تعمليه في البيت وانت قاعده لوحدك في الاوضه لكن غير كده لا. جنب رايي ماكسيموم يعني شوف حاجه ما تخلي حاجه اشوفها. شكرا 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 محمد عباس. علوش الملك كيف شفت اليوم مابيل جديد وبليز لمعلوماتك مابيل جديد اصغر مشتركه بستار كاريبيان سينج. جميل لازم دائما دائما ذكرك بكل حلقه ذكرك فحاول ما تقصى عليها هالمره. ممتاز شكرا. ممتاز احب اقول لك يا مابيل انا اول مره في البرنامج اول مره اقول مشترك برافو عن جد برافو. اللي سويتيه كان اللي سويتيه شكرا شكرا. تفضل هذا يسمونه تضبيط اللجنه. كان في ليونه في جسمك انا حسيت انك بترقص يعني حسيت في الرقصه. اذا ممكن يا انيس لا يعني عشان في شيء انا كنت ابغى اقوله. متعتينا اليوم واستانست كثير اليوم فيكي صراحه. وانيس حبيبي انيس اذا ممكن تشغلي المايك على برا المشتركين. حبيبي اسمك حبيبي سوري. اذا ممكن تشغلي المايك على المشتركين الثانيين بقول لهم حاجه. اكيد شغلي المايك على المشتركين اكيد. يا مشتركين اذا بتسمعوني اذا بتسمعوني يا مشتركين اذا ما تسمعني يا مشتركين. استاذ علي هني بسكرين هني بسكرين عم تشوف فيهم هلا دقيقه اصبر هني بالشاشه بشوفهم هلا. تشوفكم بقول لكم شيء يا مشتركين ما تستحون على وجهكم جايين برنامج قاعد تلعبين انت وين انا تلعبون مضيعين وقتنا انا انت وجهكم اصغر ترقص. شكرا 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 استاذ علي كلامك كثير طلع معنويات مابيل. فوت اخر مشترك نعسان حنان مابيل رح شوف نتائج وطلع اكيد رح تنام مابيل اكيد تكبر. يلا نسيم رئيس مابيل انت حتى لو ما كسبت اليوم انت رح تكوني معي بالمول قروش. ابروبو الدانس اليوم كنت كثير روعه. وصلني الدانس تبعك الاتيتيود كان كثير حلو. تحركتي على كل المسرح ما ضليتي بنفس المكان. حاولت تغيري من حركاتك نوع من حركاتك الشيء اللي خليك تتميزي اكثر شيء اليوم وتجوهري اليوم بالمسرح. which is good for you which is help you. شكرا مابيل تربح. اعزائي المشاهدين بعلمكم ان التصويت توقف بهاللحظات و نسيم قعد 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 روح قعد قعد بريك صغير وبنرجع لهم بريك صغير. بتذكر انه هلا الجمهور سهر خلص بالبريك نحكي. يعني لكم مشاهدين انه تصويت توقف بنفوت هلا على بريك وبنرجع لاخر قسم من الاستقصاء بعدين نفوت على مرحله جديده من سهرتنا. شكرا من ستار اكاديمي دانسينج.